عندك واصحابك واصدقائك؟ هو بصي، هو في الاول عشان انت عارفه بقى مسرح الجامعه، ما عارفه بنشتغل نشاط وخلاص، فهم ما كانوش مستوعبين في الاول، يا ما زي ما انت ما بتشتغلي بقالك سنين، بس فجاه بقى ففي البيت بقى يعرفوا ان ايه ده انت بقى الناس بتعرفك، ايه ده لا انت بتيجي في التلفزيون، ففجاه يعني بقى الحمد لله ردود الافعال بقت يعني ايجابيه بشكل كبير من كل اللي حواليا الحمد لله. هنشوفك في الدراما يا سارة. هو المفروض ان انا كان جالي اكتر من عمل الفتره اللي فاتت، بس انا كنت يعني انا في سنه رابعه فكان عندي امتحانات، فلان التصوير دايما بيبقى ايام الامتحانات، فانا يعني قلت خلاص السنه دي وخلاص، يعني ان شاء الله الفتره الجايه لو في اي عمل متاح ان شاء الله اكون موجود. شايفة نجوم الشباب طالعين بقوة جدا جدا جدا، هم من اول يقولي مثلا بدأت البوادر من 3 4 سنين، بس السنة دي طبعا ما شاء الله، يعني مش هتلاقي اي مسلسل اعلان برنامج اي حد الا لما هتلاقي فيه حد من الشباب، ومش حد واحد، هتلاقي مجموعة كبيرة يعني ما شاء الله. يعني انا اعرف ناس كتير جدا زمايلنا في اللي هم كانوا سابقنا في الشغل، في اللي هم بدأوا معانا ما شاء الله، الله اكبر، يعني كلهم منتشرين انتشار حلو جدا، وهم اللي جايين، يعني لازم بقى الجيل بقى الجديد يطلع شوية. يعني انتوا اللي اترجعتوا مسرح تاني؟ بصي، هو انا شايفه ان ده بشكل كبير طبعا يرجع للاستاذ اشرف الفكره بتاعته. انا برضو انا بحب المسرح، انا مدمنه مسرح يعني، فانا بالنسبه لي فكره ان كان نفسي الناس ترجع تتفرج على مسرح تاني. احنا كنا بنشتغل مسرح دوله، بس انت عارفه مسرح الدوله برضو جمهوره محدود الى حد ما، ففكره ان انت دلوقتي بتوصل للناس المسرح، فايه ده في مسرح، فالناس لما حبوا الفكره، لما شافوها بداوا هم كمان يروحوا مسرح، بدا كمان ان في عروض شبابيه كمان اذا كانت في مسرح دوله او مش مسرح دوله، فالناس بدات تبص الحته دي، لان ما هو الشباب بيعرفوا يقدموا شغل كويس اهو، طب هنروح. يعني في مثلا كان في مسرحيه اسمها 1980 وانت طالع، كان فيها ما شاء الله يعرضوا وهيعرضوا تاني بعد العيد، وكلهم شباب ومش مسرح دولة، معتمدين على نفسهم، هتلاقي فيه مهرجانات كتير، ساقية، افاق، الحاجات دي كلها، وكلهم شباب. فهم الفكرة ان يعني انا شايفة بشكل او باخر ممكن حد يتفق مع الفكرة يختلف معاها، ان في ناس مثلا يقول لك ده كله ضحك ومفيش هدف والكلام ده، بس اعتقد ان هي فتحت باب لكتير من الناس ان هي تقدم شغلها، وان الناس يقدروا يتقبلوهم بسهوله. الناس تقبلتك بدور الصور الرقيقه لحته بسكويته اللي في ربنا يخليكي والله. هنشوف ساره بقدر شاب. نفسي المشكله ان لما حد بيشوفني يقول لي شكلك كيوت قوي، ما ينفعش، بس والله انا شريره يعني، انا ممكن اعمل ادوار شر عادي مفيش مشاكل. ان شاء الله. هو بصي، هو فكره الممثل الشاطر هيعمل اي حاجه ايا كان بقى ملامحه، شكله، الممثل الشاطر هيأدي اي حاجه. انا والله نفسي تجيلي ادوار صعبه وادوار فيها تحدي شويه، وان شاء الله يعني اكون قدها يا رب. ان شاء الله.